تدافع ثلاث تقصف طيران الميج الذي يحلق فوق بلدة دخلت الله أكبر فوق بلدة علماء والجيش الحر له بالمرصاد بمحاولة فك الحصار عن كتيبة 49. معنا العقيل أبو محمد قائد كتيبة تبارك الرحمن يحدثنا عن حصار كتيبة علماء 49. سيد العقيل حدثنا عن هذه الكتيبة والأنوية التي شاركت في حصار كتيبة علماء 49. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحصار مستمر لم يبقى إلا القليل، فليغيروا بالميك، نحن بالمرصاد سنتصدى لهم بمضاداتنا حتى بأسناننا حتى بالحجارة، لن يفلتوا منا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الجيش الحر هو الأقوى على الأرض في سلسلة معارك الانتصارات والتحرير. الله أكبر.